برحب بكل مشاهدينا مره ثانيه في طعم البيوت، وبرحب بالشيف سحر محمود اللي منورانا النهارده. ازيك يا شيف سحر؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب يا فندم، اهلا وسهلا. منورانا وعامله حاجات حلوه جميله، وانت حطيتي البانكيك على النار. بس خليني ابتدي بشوربه البروكلي، يعني باعتبار ان احنا بنبتدي دايما بالشوربه. فشوربه البروكلي شكلها حلو قوي، انت واضح ان انت طحنتيها تمام. فقولي لنا بقى اللون الاخضر ازاي ده جه ازاي؟ هو انا جبت البروكلي، وبعد ما جبته سلقته، حطيت معاه بطاطسايه صغيره وحطيت جزرايه برده صغيره، يعني قيمه غذائيه وطعم. بس طبعا البروكلي هو طبعا الغالب. تمام. فانا بجيبه بسلقه وبضربه في الخلاط بلبن. شويه بلبن عشان كده واخد اللون. ما انا عماله اقول فيه لون غريب، شويه مش لون لبن. بضربه شويه لبن كده، وخلاص بقى بحطه على النار. بياخد بقى ايه، بحط مثلا كريمه ممكن. يعني غير اللبن بنحط كريمه؟ دي بقى حسب المذاق، يعني انا باللبن كده ممكن استكفي خلاص. ممكن عايزه مثلا الولاد وكده صغيرين مثلا، عايزه يعني الطعم يجذبهم، ممكن اعمل كريمه في الاخر. تمام، بس كده. وبحطه على النار وخلاص، بحط توابلي وملحي وخلاص، ملح وفلفل وبس. لكن الجزره والبصله دي، قصدي الجزره والبطاطس دي، الزياده اللي انت حطيتيها كمان تدي قيمه غذائيه اعلى. حلوه قوي، تسلمي. بس هو الاساس البروكلي. حلو قوي. البروكلي اصله ما بيتاكلش كده، ففعلا فرصه. فبندخله في حاجه عشان الولاد وكده. يعني حلو. طيب البانكيك بقى، قولي لنا بقى البانكيك. دلوقتي البانكيك اهو، الله شكلها يجنن. ما شاء الله. هو دلوقتي انا البانكيك سهل قوي، انا عملته عشان خاطر ايه، احنا طبعا طالعين بنعيد وعملنا كحك وعملنا حاجات كتير، خلاص بقى. فالبانكيك خفيف وفي نفس الوقت حاجه كده بسيطه ولذيذه يعني. تمام. فطبعا سهل جدا في عمايله. انا بجيب كوبايه ونص لبن مع بيضتين مع ملح. بصي بقى، انا بعمل على مثلا طبقين عشان يبقى سهل. تمام. يعني مثلا بجيب طبق بحط فيه كوبايتين دقيق، طبعا كل واحد حسب، مثلا كوبايتين دقيق واحط ملح وبيكنج باودر، ده في طبق. تمام. الطبق الثاني المكونات الجافه، اللي جافه عشان بس الناس ما تتلخبطش. وبجيب الطبق الثاني بحط فيه ايه، بحط فيه البيضتين، بحط فيه كوبايه ونص لبن. تمام. بحط فيه فانيليا، وبحط معلقتين سكر بودره، وكمان معلقتين زيت، واقلبهم كويس قوي. تمام. لوحدهم واضربهم كويس قوي، دي مهمه قوي. دي بقى النقطه ايه المهمه قوي في البانكيك. وبعد كده بضيفهم للايه، للمواد الجافه. المواد الجافه. بضربهم كويس، وبعد كده بسيبهم مثلا نص ساعه عشان على اساس انها ايه ترتاح، اللي هي بقى معانا دي. اللي هي حضرتك شايفه، بصي القوام بتاعها. ده قوامها. حلو قوي، جميل جدا. وريحتها كمان حضرتك، الريحه ما شاء الله حلوه قوي. جميله طبعا، ريحه الفانيليا بقى. وزي ما بحطها بقى على النار. بس انت بتقولي نسيبيها نرتاح قد ايه؟ نص ساعة. نص ساعة بس. تمام. وبعد كده بنحطها على النار بقى على الوشين، يعني بحطه. انا هعمل مع حضرتك واحد عشان تبقى برضو ايه. احنا شفنا دي لما قلبتيها، ما لازم البابلز ده اللي هو اللي كان معمول ده. لازم تطلع لازم البابلز، لازم اقلبهاش اما تعمل البابلز بتاعها ده. يعني هي بنحط عليها الحاجات وهي سخنة، ولا نسيبها تهدى بعدين؟ لا، انا بعمل كله بخلص وبعدين نزوق بعد كده. وبعدين التزويق ده بيبقى حسب الرغبه بقى. خلاص هنشوفها في الاخر التزويق بتاعها. طب ايه اللي احنا عندنا بقى في الفرن؟ في الفرن ان شاء الله في فراخ مندي ورز مندي. احكي لنا بقى. انا بجيب الرز، رز بسمتي ولا رز عادي؟ عادي. يعني ممكن تعمليها برز عادي، ما فيش مشكله. بس هو رز بسمتي بيبقى دي جميل اكتر معايا. فانا بجيب الرز بغسله وبنقعه، وبعدين بحطه على جنب. وبجيب الفراخ اتبلها تتبيله كويسه، توم، صلصه، ليمون، خل، مستارده، كاتشب، طماطم. كويس قوي. واقوم بعد ما اتبلها اديها صدمه على النار، صدمه بس كده ايه، يا دوب تلون زي ما بيقولوا يعني. واقوم شايلها واجيبها واحط الرز، بس احطه في صينيه. واقوم حاطه شبكه صغيره عندي، واقوم حاطه الفراخ فوقيها. الفراخ على الرز على طول؟ لا، يعني بحط شبكه عشان اللي بيطلع من الفراخ اللي ينزل. بس لازم الفراخ تبقى واخده اللي هي الايه، الصدمه دي، الصدمه عشان لما تيجي تنزل الصوص الحلو اللي هو. تمام. ايه. تمام. طعم، بيدي طعم بقى. فهمتك. رهيب جدا للرز. حلو. فبيبقى ما شاء الله حلو جدا. دي الفراخ المندي. بس الرز صور. احنا حطيناه في الصينيه، وحطيت فيه طبعا ني خالص. ني. بحط فيه بقى الميه السخنه، وبحط توابلي، بحط حسب بقى التوابل اللي انت عايزاها بقى. دي بقى يعني كاني بعمله فوق على البوتاجاز، بس انا
حطيت كل الحاجات بتاعته في الصينيه وبعدين احط الشبكه واحط فوق منها وممكن احطه واحطه على الفرن على الفرن انت مغطيه الفراخ ولا بلفه بقى بالفويل وممكن اعمل نفس الحركه دي واغطيها بحله كحله واكبسها كويس قوي واحطها على النار عادي من فوق اوكي برده سهل طيب تاخد وقت قد ايه بتاخد نص ساعه وبعدين بخرجها وادخل الفراخ تاخد اللي هي الايه الجراتين بس حلوه طب هنشوفها برده في النهايه يعني هي خلاص قربت تخلص هنشوفها ان شاء الله اسيبك تكملي البانكيك بتاعك ونشوفها انا وهدى في النهايه باذن الله ان شاء الله خلونا ناخد تقرير والتقرير بقى هو استعدادا برده او مقدمه للحوار اللي هنتابعه مع حضراتكم بعد شويه من خلال ضيفي احنا داخلين على فتره امتحانات داخلين على فتره توتر قلق طوارئ يعني في البيوت المصريه فخلونا نشوف كده سالنا الناس في الشارع انتوا ازاي بتهيئوا اولادكم وبتتعاملوا معاهم ازاي في فتره الامتحانات تعالوا نشوف الناس قالت ايه ونرجع على طول عشان نبدا حوارنا مع ضيف ورجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا مع اخر لمسات الشيف سحر والشوربه بصراحه لونها رائع لونها اخضر اخضر مش متخيلين قد ايه شوربه البروكلي جميله بس هبدا معاكي بالعصير ده جزر ده جزر لا ده برتقان على جزر بعصر البرتقان وبسلق الجزر وساعات مش بسلق الجزر بعمله عصير في الخلاط اللي هو اللي هو بيبقى فيه نواشف اللي بيعصر تمام تمام والاتنين تخلطيهم على بعض بيتخلطوا في بعض وبس كده من غير اي برضه لونه قيمته الغذائيه عاليه قوي جميله قوي طعم الجزر ده بيقول يعني طبعا من غير كلام جميل جدا طبعا طيب احنا عندنا سلطه التوميه ما اتكلمناش عنها كمان ممكن نتكلم عنها بقى دي توميه سريعه سريعه بحيث ان احنا بنجيب كوبايه زبادي كوبايه مايونيز خل يعني معلقتين خل معلقه ثوم بنقلبهم في بعض كويس قوي مع شويه ميه صغيرين منتبل ملح وفلفل وخلاص كده دي سريعه بس كده يعني دي ما بنضربهاش بقى في خلاط ولا حاجه لا بقى عادي بالايد كده بس تتضرب كويس مايونيز وزبادي وخل وخل وثوم بس وشويه ميه صغيرين وملح وفلفل بس كده دي السريعه اللي ممكن نعمل اي حد يعملها في بقى الثانيه اللي هي بتبقى اللي هي السوريه بقى اللي هي حضرتك بتجيبي النشا وتحطي ميه معلقتين نشا مثلا على ميه بنقلبهم كويس قوي حطهم على النار بيدخلوا في بعض بنشيلهم حط عليها لبن شويه حسب عايزه مايونيز حطي مش عايزه براحتك حطي لبن وتوابل وبتبقى تحفه جدا وتوم وخلاص خلينا في السريع بس حطينا معاها توم هي اللي هي بتبقى السوريه بس هي دي بقى دي الاثنين موجودين خلينا في السريع احسن دي سريعه عايزين نراجع بقى الفراخ الجميله دي المندي ديت قولنا بقى انا جبت الفراخ مسكتها كويس قوي غسلتها طبعا نقعتها تبلتها كويس ملح فلفل توم طماطم كاتشب مايونيز لا كاتشاب مستارده وسبتها تتنقع في التتبيله بتاعتها وبعد كده اديتها صدمه بسيطه خدتها بعد كده الرز تبلته كويس قوي بتبهريه اللي هي التوابل بتاعتك الكويسه قوي ملح فلفل البهارات بتاعت الكبسه طبعا الليمون اللي هو الناشف دوت والقرفه العيدان الحاجات دي بتدي ريحه حلوه جدا دي بنحطها في صينيه وبنحطها وبنحط عليها الميه طبعا السخنه وطبعا المرقه بتاعتنا وكده وخلاص كده وبجيب اللي هي اهي حضرتك يعني احنا حطينا الرز في الصينيه شبكه زي دي بحطها وبعد كده خلاص بحطها عليه خلاص انا بالنسبه لي بشوي الفراخ عليها بس لازم اديها الاول الصدمه عشان لما تيجي تنزل التتبيله الحلوه والسمنه بتاعتها الحلوه تمام بتدي بقى ريحه رهيبه جدا ده بقى المندي ده سر المندي يعني ده بس على الصاجه دي بحط بس في الجريل كده خفيف وبعد كده بحطه زي ما حضرتك قلتي كده وبحطه في الفرن بس يعني هو ايه الفرق بقى بينه وبين الفراخ المشويه كده لا هي مشويه بس هي دلوقتي نزلت على الايه على الرز الصوص بتاعها ادى الرز المندي اللي احنا بيجيب ايجاب ازاي ممكن يتحط برضو على النار مش لازم نحطه في الفرن بس تبقى حاجه مضغوطه كويس لكن مش بتتحط في الرز وهو بيستوي ما هي ادت كل اللي انت عايزاه لانها منزل انا سايباها مخرمه ما قفلتهاش فعماله تنزل كل حاجه في الرز فما شاء الله فبيديها ريحه حلوه جدا تيجي تاكليها كانك بتاكلي طعم الفراخ في الرز هي هو ده السر طيب احنا البانكيك بقى انت زوقتيه بايه ده ايه اللي عليه بقى بصي هو البانكيك بيتزوق بكذا حاجه بيتزوق بالشوكليت بيتزوق بالعسل الابيض ده حسب انت حابه ايه انا دلوقتي جبت العسل الابيض وجبت عسل اسود عملت ميكس حطيت العسل الابيض الاول اتشرب منه وبعد كده حطيت العسل الاسود ادى اللون ده ايوه وبقى بيدي طعم حلو جدا طبعا يعني مثلا ايه بصي كل حاجه بصي شكله جميل واكيد طعمه حلو قوي جدا وريحته كمان بتبقى مميزه
وطبعا الفواكه دي بقى حسب الرغبه، موز بقى، تفاح، كل حاجه انت اللون بقى والشكل ده دي حسب رغبتك انت. لا فعلا اكل جميل قوي، تسلم ايديكي، نورتينا شيف سحر، وكل سنه وحضرتك طيبه ومنوره. طيبه ميرسي جدا، ربنا يكرمك. كل سنه وانتم طيبين جميعا. بنشكر طبعا الشيف سحر محمود اللي كانت معانا النهارده، واللي يحب يراجع الفقره يراجعها من خلال صفحتنا على الفيسبوك. وطبعا كل الشكر لكل الزملاء اللي كانوا معانا طوال ايام العيد، احنا كنا معاكم كل الايام اللي فاتت، عيدنا معاكم، ويا رب تكونوا استمتعتم بكل فقراتنا. ابتداء من بكره ان شاء الله بنرجع في موعدنا الطبيعي من الساعه 1 الظهر للساعه 2:30.